إذا يطلعوا لك هاكات أو أنت لعيب وحاب ترفع لعبك، نزل فيست. بكل اختصار هو برنامج ثيرد بارتي ماتش ميكينج وموثق من كل الألعاب تقريبا، يعني عندهم سيرفراتهم وعندهم رانكاتهم. طيب ليش استخدم فيست إذا هو نفس الشيء؟ فيست عندهم نظام أنتي تشيت خاص فيهم، يعني الهاكات شبه معدومة وإذا فيه راح يتبند خلال كم ساعة. فيه نظام رانكينج خاص فيه وأوضح للاعب وما راح يأثر على رانكك في اللعبة، وأصعب من اللعب عشان تقدر تطور من نفسك. سيرفرات اللعبة العادية تكون 64 تيك، أما سيرفرات فيست 128 تيك، يعني اللعب عليها أفضل. وأهم نقطة، ما في ناس يترولوا. فيه مزايا كثير مثل نقاط تجمعها وتقدر تشتري فيها أشياء مثل جرافيك كارد وبس. والله روابط كل حساباتي في البايو.